ايه يلا وينك يا احمد وينك يا احمد يلا شد لو حمودي هون ها خلاص ان شاء الله خطيبتي طلعت ما شاء الله ايه زبطوها وحطوا فيها بط وهايكي حلو يعني يلا أمي ما بتعرف تسبحي ايه رميقة ايش كل هذا بلي يلا زدي حجر يا ملاك علامة ايه هلا هاي كنا نعم في هالزمن يس ثلاث مرات بس بعد عن لا مش ضروري كيف اساس الرميه بتجيبيه على سطح الماء يا